كفيلي بخيرني بين الخروج النهائي وإني أشجع الاتحاد السعودي. كفيلي خيرني بين الخروج النهائي من السعودية وإني أشجع الاتحاد مش الأهلي. مصري مغترب في حيرة بين أمرين مش عارف يعمل إيه، وبيستغيث وبيقول انقذوني. لو شجع الأهلي كفيله هيخرجه من السعودية، ولو سمع كلامه وشجع الاتحاد كده هو ما عندوش ولاء لفريق بلده، لكن هو حسم القرار ومش هتصدق اختار إيه. وفاجئ الجمهور باللي عمله بعد اللي شافه من الكفيل. إزاي حبسه واستفرد بيه كده علشان الكورة؟ إزاي يقطع عيش مغترب ويهينه كده؟ اللي مر بيه الأيام اللي فاتت المصري ده كان صادم. الكل مترقب لقاء الجبابرة في مباراة الأهلي مع الاتحاد، وشكلها هتبقى مباراة ضرب نار. ومن قبل المباراة بكتير جدا والشارع المصري والسعودي بيتكلم عنها، وجماهير الأهلي وجماهير الاتحاد دخلوا في خناقات، ودول يقولوا احنا اللي هنكسب ودول يقولوا احنا اللي هنكتسح، وكلها توقعات مش أكتر. لكن ازاي يوصل الموضوع لقطع العيش والرزق وان يهددوا ويجبروا ويهينوا ويضربوا كده؟ ازاي من كتر حب الكفيل السعودي لفريقه انه يجبر مصري شغال معاه انه يشجع فريق هو مش فريقه ويتخلى عن الاهلي؟ بس الحقيقه ده اللي حصل الساعات اللي فاتت، ونشر مصري مغترب اسمه محمود خليفه فيديو ظهر فيه بيحكي عن موقف اتعرض ليه من كفيله السعودي، ويكشف عن عمايل كفيله معاه، وقال كفيلي بيخيرني بين اني اشجع الاتحاد او اني انزل مصر، وبيمسكه من ايده اللي بتوجعه انه لو شجع الاهلي في المباراه الجايه لكاس العالم للانديه هيكون بيكتب نهايته في السعوديه وهيخرج منها نهائي، لدرجة ان خدوا المحل واشترى له تيشرت الاتحاد واجبروا ان يلبسه في المباراة. هو في حيرة ومش عارف يعمل ايه، ما بين ان عنده مبدأ ومش ممكن يغيره وبين مستقبله وشغله اللي هيضيع لو عمل غير كده. والحقيقة اللي اغلب المصريين بيشوفوه مع الكفيل بتاعهم مش قليل، وتعسفات كتير واكل حقوق ليهم، وكمان مش هيخليه يتهنى بالفريق اللي بيشجعه ويكون ليه حرية الاختيار لو في حاجة بسيطة زي دي. ومش كفاية عليهم التضييق وانهم ما بيعرفوش يعملوا اي حاجة الا بموافقة الكفيل، لكن هو اختار وقال عشان أنا كلمتي واحدة قررت أشجع الاتحاد السعودي وينقذ نفسه ويحافظ على شغله وأكل عيشه. لكن مع تعليقات الجمهور اتضح الفيديوهات دي إنها هزار، ورد محمود على الناس وقال لهم كفيلي راجل محترم والموضوع هزار، وكانت أغلب التعليقات برضو هزار ومبسوطين من العلاقة الحلوة بين المصري المغترب وكفيله وإني صور معاه فيديوهات من النوعية دي. طيب هو ليه كل الكلام ده عن المباراة وجمهور الاتحاد خايف من مواجهة فريقه للأهلي؟ الحقيقة رغم قلة مواجهة الأهلي مع الاتحاد السعودي إلا أن في مباراة الأهلي لا يمكن ينساها أبداً في بطولة كأس السوبر المصري السعودي موسم 2001، واللي فاز فيها الاتحاد على الأهلي 3-2، وكانوا بيلعبوا على أرضنا في استاد القاهرة. وأول المواجهات كانت في البطولة العربية سنة 1995 اللي أقيمت في السعودية، وبرضو الاتحاد فاز بهدف نظيف على الأهلي. أما ثالث مباراة كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005 بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتحديداً الدور التمهيدي. وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور. الغريب بقى ان بعد هزيمة اوكلاند سيتي من الاتحاد ظهر مدرب الفريق ووجه نصيحة لكولر علشان يقدر الاهلي يكون على نفس مستوى الاتحاد. انتوا بقى متوقعين مين اللي هيكسب ونتيجة المباراة هتنتهي كام كام؟ شاركونا في التعليقات.